رجعنا معكم في اضحك معنا اليوم الاثنين. مرحبا بكم معنا بليل المساوي، رجع ضيف امير الدريدي باش نحكيو على مسلسل 27. قبل ما تقدم فقرتك عندي فقره اخرى زاد تتوجي باش نمرجك، باش نخليك واقف باش نخليك واقف. كمل الفيديو، باش نعطيكم فيديوهات وانتم تتوقعوا شنو اللي صار. هذا خضار باش يحكي لنا حكايه، يلزم تكملوا شنو صار بعد الحكايه. نشوفوا الفيديو الاول. السلام عليكم. جاني كليو قال لي بقديش البنال، قلت له ب5000، قال لي بقديش التفاح، قلت له ب7000، قال لي بقديش الدقله، قلت له ب8000. سكت سكت. وشنو صار؟ قال له نعمل دور ونرجع لك. قال له بقديش الخس؟ اي قال له 8000، قال له المعدنوس، قال له 9000، قال له الشاي طيب. قربت شوي. اي نتصور يسال على سويم ويمشي ويمشي فوز. ربي قدر خير. هو يسال زاد على حاجات مسكين دخلوا ويحب ياكل دقله، مواطن تونسي يحب ياكل دقله مهبول. يا اخي والله انا ايش قال هاك مغلاوي، هاك مغلاوي قال له هوجي كان بعد لازم تتقال في فيرسيون اخرى. ترى نشوفوا قال لي اعطيني ربطه مع دوس بربي جيت او هذه خدمه هكا. قال اعطيني ربطه مع لازم اسمعني، لازم زاد يوسعوا بالهم شويه. انا من حقي نسال على سوين بعد في دخل مش اللي نجري بس بدري. انت دزل فيش ندل والله. انا المره اللي فاتت عملت مشيت الخضر لقيت الدلاع والخوخ والواحد والبطيخ والكل غله جديده وعوينه والكل، وسالت عليهم الكل وبعد شريت حمص منفخ. والله لبنى نحب نعطيك معلومه، العوينه مازالت ما تحتش ظهر. اه فوالا. لا بوسع مش العوينه. اه البوسع اي صح بوسع. دقه ملاحظه بيان سور. تحكي لي حكايه يعني نرجع يطمس كان عين خوت. مشان الخضار، مشان الخضار بعد يجي يشفر. يودي عامله عامله كيشوكه في حلقه. العوينه موجوده صحيح. وغدوه نجيب له انا ذاك. باش نجيب لي ذاك الحانوتك اللي يبيع للنفس والشاهية الشاهي تجيب لي كعب عوينه ب 150000 سي بون صحيت راهو فما الخضر وي فوز. بربي على ذكر البوسع المده هذه يعني الغله غاليه بصفه مهوله. ما مش وقته البوسع كنا ناكلوا فيه مش وقته البوسع نسرقوا فيه. اه نسرقوا فيه البوسع نسرقوا فيه بالجر كيفاش نوفل ب 4500 بلا اي مس الحق ب 2800 انا خذيت 2800 انا خذيت ب 2800 تعرف ما هو مازال ما يهبطش توا مازال توا تزيد جمعتين اي اي يحط لك مش وقت خاطر توا وقت انتقال مواطن هذا تو بالحق سيرمو تو هذا مواطن لا حتى يجي 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 شايفين علاش فوزي وصادق غالي غالي صادق يقول ميزان مازال ما ربحش فوزي ديما يضحك عليه كيما انا نقول قبيلي ويقعد يضحك عليه فوزي عنده ضحكات. يلا الخضر الثاني الخضر الثاني وطلعوا شنو كمل. السلام عليكم خويا، جاتني مراه قلت لي اعطيني كيلو بطاطا وزنت كيلو البطاطا مديتور. شنو اللي صار؟ ماشي تحسب رايك بعد ما مدلها كيلو بطاطا. اه قالت له يجي شيبس ولا ما يجيش ما يجيش البالك مريم شكون قال لك نحب نشري كيلو بطاطا؟ سالت قال لك فوالا فوزي صار قالت له قشرالي. ما عنديش فلوس كان هكا نرجع نخلصك. اي لبنى قالت له يجيك شويه على الشمس. ليه؟ صدق ميزيل 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 يخمم خلي نشوف الجواب. قلت له شبيه بالتراب يا اخي انا زرعوا في البارتير. قلت له شبيه بالتراب قلت له شبيه بالتراب لا طفل عسل قلت له شبيه البطاطا بالتراب برا برا حتى المواطنين قديش نياسر برجولين يلا اللي بعد تراه. السلام عليكم، جاني كليون قال لي فما فريز. قلت له فما شنو قال له؟ قال له ما سالش على السوق. ميزان وقته والفريز. ميزان ما هبطش. صادق نزفيوها خاطر معنوياته طايحة. أمير شنو قال؟ شبيه الفريز ما لا لازم. فوالا فوزي. قال له ميزان. يلا امشي فوزي وصادق ديكونيكتي. مريم حسب رايك قالوا ما يعطيني بناء. فوالا مجد حسب رايك ايش قال له؟ عصرهولي. لا اعطيني 100 جرام والله كنت خليك انا والله عصرهولي تراه نشوف ايش قال له. اعطيني 100 جرام جرب يكون شمي.
جرب يكون شمني. هذا الشك فيهم شيلوا السعدي ولا رمزي. يلا بلال. يلا مرحبا فيك لوفر ومرحبا بالناس كلهم مرحبا بضيف. سيبا ما كره حبت عاد. أمير مرحبا حبتش بيه ضيف أمير. مرحبا فيك سيمير. عايشك بلال. صحة سنة على العمل في فرنسيت. اسمع أي عمل راه قبل النقد ماهوش. فما عمل راه لازم تستفيد منه. ما تتفرج الكيكة معناها باش تبدا مساهمة من الكيكة لازم فما عمل. في بالكم اللي مسلسل 27 اعطانا نظره جديده واعطانا معلومات جديده في الجغرافيا. خاطر احنا كي قرينا عندنا جبل الشعامبي، جبل السلوم، شنو اخر شنو عندنا جبلات اخرين، جبل بوكرنين، جبل بوكرنين، معناها هذوما اللي نورمالمون اللي نعرفوهم. نشوفوا في 27 جبل جديد اللي طلعوا سي كرام عزوز. غدوه الصباح تمشي لجبل ضبوط القغده تقابل ابو حمزه، اتو نوصي الشيخ مبغوك يسهل لك الثنية. الجبل شنو خمام كاتب مركب هنا والله العظيم ماني نعرفك تعملها تركب عليه قالت في الضمار ولا بالحق الجبل يقصدوه معاه. ايه هما ديما وقت اللي ما تحبش تسمي بلاص باش ما يقولكش عليه شحنه فما الارهاب عنا يسمي ضبوط القرده. انتو كا نحن باش نعملوا كامبينغ في ضبوط القرده بروشين مو باش نلوجوا عليه ونشوفوا نشوفوا الجبل. نصر تو الفوقاني ذاك نصر الفوقاني. لا مش ضبوط القرده. لا مش ضبوط القرده. كرش غابه المنار. كرش غابه المنار. اي ضبوط القرده. القرده. والله ما نكذبش عليك. القرده من عرش. وجبل كله جبل. لا ما يقصدوش هم ما يقصدوش. هو ما قصدش. هذه حاجه اقصد لي انا حكيت مع اكرام وحكيت هذه مشكله كبيره عندنا في تونس. كي نقارنوه بالمسلسل المصري الاختيار يذكروا الاسامي يوريوا الناس ماتت يوريوا الناس ناق مع الوضع يوريوا الجيش في حاله خايبه من بعد. احنا ليه ديما نخافوا للناس وعلى شحنا وعلى شحنا للاسف خاف العبيد تاع خاف من السب والعبيد تيجي عليك راهو مش في بالهم الواقع هذاك راهي دراما راهي معناتها ماهيش الدنيا الله غالب الناس تيجي في ساعه تنقل الدنيا كيما هي علاش توريني فيها معناها انت تو تلزو كي قال الشعام سامحني والشعام يعني عارفين ونحن كل ارهاب شنو عارفين الشعام بشنو ما عليه فيه فيه تو في ربي يا بليل تمشي للشعام معناتها اذا كان عندك يا بليل الخوف هذا انا نعذر واحد يخاف خاطر في تونس ما نرحموش. اوتو كان احنا باش نلوجوا عليه باش نلوجوا عليه الجبل هذا بقدره الله ثم كان الخير. في مسلسل في سيت كوم الحجر الصحي معناها كانت برشا ممثلين شفناهم وبرشا ممثلين تعبوا تعبوا برشا في التمثيل. فما ممثله بالحق معناها اللي هي مثلت والده جعفر والده كوثر الباردي تعبت برشا في التمثيل نصها راي تعذبت في الحفيظه. بالحق كل سيكونس تعاود تقريبا اربع خمسه مرات. شوفوا مثلا السيكونس الاولى النص كان صعيب برشا. يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ونطلب كيف كيف حتى في السيكونس اللي بعدها حاول المخرج النص خاطر هي ما عرفتش البرونسياسيون بتاعه النطق كان غلط شوية أما تصلح نشوفوه. الله أكبر الله أكبر كورونا وزلزال الله أكبر. كان صعيب برشا كان صعيب برشا النص اما المره الثالثه بالحق تمكنت من انها تقرا النص نتاعها بكل وضوح وما تعبتش في الحكايه. نشوفوها مع بعضنا. ها اش قولك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله استغفر الله العلي العظيم يا رب. اكثر ممثله تعبت السنه بالحق في سيت كوميد في المسلسل هو الاخر زاده وش بيك تطلب مجهود. لحظه المشكله مش منها في الـ في, الـ في اللي باش يقول فمي كتب لها الشخره انت انا النص صعيب برشا في بالك قال لك يعاودوا لها وكيفاش تكتب الشخره في السيناريو اخ تشخر بالتليفون يقول يقولوا ايش تعمل كره خلها تشخر فما شخصيه اللي كتبتها برافو اعطيته ثنيه تو امير مرحبا فما شخصيه فما شخصيه القرده اي جاك ذبوت الشخره نقبل النقد لهنا يودي ما عندناش عقد ان عملوا فما شخصيه في سيت بدلت ولا تقبل النقد تومبورير مو انا تدور وبنجي الاربع في ارجع ارجع طيب يرجع الخبر دونك عملوا في سيت كوم تعدى في الحوار التونسي قسمته خيان فوالا فما شخصيه القت برشا اللي هي شخصيه ابو الممثل ايمن حميد نشوفوا علاش تحكي لنا على ابو انت تو نحكي لك علاش باهي تفضل معناها برشا عبيد انتقدوه وبرشا عبيد قالوا كيفاش لكن كريم الغربي ظهر متاثر برشا بالشخصيه ذي اش خليه يعمل ابو تاع قلب الذئب وريو لكريم الغربي بربي ولا هذه ابو تاع قلب الذئب كانت عنده قدره انه ست حلقات يبدا يعذبوا فيه ساكت راه قلت بالك يقتلوه بالضرب حتى اي ما يقولهاش
برافو لي. لا 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 كريم صح. اي لا لحظه هو قالك تغشش سمعوا تغشش وانت تقولوا ما يتغشش. نهار السبت تغشش تفرجت فيه تغشش. قال صوب بلاتوات كل مره شاديني انا. لا لا تلقى هذيك خاطر محشش رمضان وواحد نعرفه انا كريم. باش قال فاتي يرجع حاضر. بلاتوات يقول صديقي بالليل يجبد فيا احنا مش بدناه. ولا صحيتها وصديقي وانا صديقي وصديقي. هو والله يجي نقول لك كان جا فرحان بدنيا اخرى لو ما تغشش معناتها واحنا هنا في البلاتو كيما حكينا على الاعمال الكل كيف كيف. تسبوني في العمل نتاعي. سبينا الحجر الصحي ما خدناهش. انا جو بونس الولاد على عصابه ما خاطر ما نجحوش في. انا نعطي لك فازة نبدا في موزايك وشدد واحد من الحجر الصحي نبدا نتارك انا وياه خاطر ننقد فيه هذا يبدا يبعث لي في السبان في التليفون تسب فيا ودي قلت له راني موزايك بعيد امورك انت في التاسعه ولا في الحوار شديت ونعصر فيه يقول لي وتسبت ايش مدخل معناتها كي نقولوا راي راي كيما شكرنا ولاد مفيده شكرنا بنسيت شكرنا قلب الذيب شكرنا نوبه شكرنا برشا حتى كي نتكلموا في اللاوعي نتاعنا نقولوا في حاجات غلط راو قال لي نعملوا فيه ماهوش سبان راو كن معناتها نبدا عندي ملاحظات ولا حاجه راو معناتها انا بدي معناتها كيبدا عمل ممتاز وكل شيء ما فما حتى حد باش يجي يقول لك لا العمل هذا مش باهي ولا درا شنو ولا درا شنو يبدا عمل فيه نقائص تحس انت زاده كفنان تحب تعطي رايك تحب تنقد تحب تقول لا ما كارش هكا خاطر راو كيما قاعدين نقولوا العركة غالطة نوفل قاعدين نتعاركوا في حومة وحدنا حد ما وسمع بينا راهو فهمت فازة معناتها حتى انتشار على المغرب العربي ما مش موجود معناها عركتنا كلها غالطة كل برمة اللي تغلي بالفارغ ما فما شيء بق 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 فقبل فما نساء كبار مش نولي كسيدي درشكونا كولادها ما ولادها يجوعوا تحط لهم الماء يبدأ يغلي يغلي يبدأ يستناه ويستناه لين يجي من النوم احنا هكاكره كل رمضان يجي نعمل مسلسلات في بعضنا العركه ما حد سمع بينا يا ولدي ما ليش موجودين سامحني نجم نقول لك حاجه فينا حاله اي والله تفضل مرحبا يا لسه تو كي تعملوا بلاتو هكا نجبدوا على دنيا اخرى ولا الحجر الصحي مو ناثروا على عباد نحن سرتو في الحلقه السادسه والخامسه كي تقول انت دنيا اخرى ما عجبش وندرا شنو ساعه دنيا اخرى من سيزون 2 للسيزون ذي قاعدين ينقضوا فيه معناها سيزون 3 شنو ما تنقادش دنيا اخرى فتقوم من بعضه لا فتقوم من بعضه في سيزون 3 لا خلاتي في سيزون 3 زاد فتقوم من بعضه وبعد العباد طلبت سيزون 4 معناها ماهوش السنه زعما راهو مهزله لدرجه انه العباد ولات تعمل عليه في بلاتويت وتحكي عليه نحكي على الحجر الصحي ولا على دنيا اخرى تعدت اعمال متوسطه ما اسنا ما فما حتى عمل تعدوا تعدت اعمال نورمال معناه انا نقول خاطر نوفل عندك شعبيه والكل وعبيت تتفرج فيك كي تجبد مثال على كريم ولا بس انت تدخل عبيت تتاثر تولي تقول لك تي ماس تذيت يحكي وعلي ما صحت ما تفرش فيه ما عادش يتفرج فيه ولكن انا نجم نعطيك خنجوبه نجم نعطيك فيرسيون اخرى اللي قالها صادق كي يبدا عمل باهي وانا ننقده شعبيتي تيح نولي انكريديبل عند العبيد خاطر انا كي انت رغم اللي انا ما نقطوش راني بالطريقه اللي تحكيوا فيها معناتها اما كي صادق عامل مسلسل طياره وين نجي نسبه نجم انا نفقد مصداقيتي خاطر انت شبيناتك في الاخر باش تتفرج مينيموم في حلقه على اليوتيوب يعني ما تنجمش انت تقول العباد تاثر ما تنجمش لبنى حاجه باهيه ولاني انا قلت فيها كلمه الناس تقول واو باش نقول حاجه اخرى بصفه عامه رغم اللي معناتها انت قل لي لبنى نحب نسالها انت مثلت في دنيا هل لاحظت تركيز معناتها على الدنيا اخرى ولا حاجه معناتها فسر لي كان لاحظت قول لاحظت معناتها واللي حتى معناتها لاحظت ان الحلقه من حلقاتنا مركزين على الدنيا لا 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 انا راني خزر انا كلام كريم انا البارح نحكي له كريم انا البارح حكيت انا وكريم موضوع اخر هو مش اصلا قال لي ما معناها في حاله اما مش لا بلاتو لا حتى حد بالعكس حتى في الراديو ما فما حتى واحد من الاولاد هذا كلمه بربي نحب نوصل جوست كلمه اخرى بالنسبه لبنى نحب نفسر لك حاجه كيك سوا حجر صحي كيك سوا فانسيت كيك سوا دنيا اخرى كيك سوا نوبه اللي هو اللي هو اللي هو راهو أبار أنت ولا أنا ولا إحنا ولا أي واحد في أي مش يقول ماسط ولا مش ماسط فما زيادة رأي عام فم معناها راهو متفرج يجي يفسر لك حاجة معناها أنا كي يجي مثلا تدخل للي باج تدخل هذوك بشر يفرج يقول لي مثلا حجر صحي ماسط خمس سنين خمس سنين يقول مثلا يقول لي حجر صحي ماسط وش تحكي مثلا على البرودوي نتاعي يقول لي مثلا حجر صحي ماسط ولاد بحر توا هذا ما ماتش رزقكم يقولوا مثلا ماسط يقولوا ماسط فهمت فيا زيد تقرا لي كومونتير
تلقى فما أغلبية تقول لك معليه، فما أغلبية تقول لك مازن. هذا لازمك تقبله. إيه راك أما أنت تدخل على اليوتيوب وتقل وتلقى لي حلقة دنيا أخرى، منيش نحكي على دنيا أخرى زعما راهو مش نحكي على دنيا أخرى من نوع درامية. حتى على مسلسل درامية، حتى على قلب الذيب، حتى على النوبة. أمين عطيني رأيك. أي معناتها فوزيت دي زانفلونسور، تحب ولا تكره، معناتها أي عبد معروف. اوني ديزاين فلونسور، ولكن بالله جاوبني على السؤال. لا لا مش انتوما، نقصد مش انتوما، نحكي الممثلين والناس اللي معروفه الكل. لا امير باش نسالك سؤال، هل مسيو اكس اقوى منشط في تونس، اعطينا اي اسم، قادر انه يبدل راي العباد في حاجه؟ بوسيبل، ساعات بوسيبل، فما شريحه معينه من العباد يمنوا بيك وياخذوا رايك ويسمعوا كلامك. معناتها مسلسل قاعد يتعدى. قول ولاد مفيده مثلا. نجم انا نجي نقول ولاد مفيده ابسط ما فما تو، نجم نقول ما نجمش، نجم نقول نوبه حاجه خايبه برشا ما نجمش معناتها. اما نجم نجي ونقول لو كان تقول لاولاد مفيده، انت تقول اولاد مفيده ماهوش عائلي. فوالا ما عادش يخليو صغار ما تخليش صغار يتفرجوا فيه. ومن بعد تراجع. تقول جينا فرقان ماهوش عائلي. زاد زاد نجم نجي انا نقول النوبه خايب والاولاد مفيده سنا خايب. ما تنجمش حتى العبيد بدا مش قولك فاش تحكي خاطر برودوي بيه معناتها فوالا دونك شويه هكا شويه هكا بلال حاب ناخذ رايك في الحجر الصحي متوسط محترم عمل لا دخلت في نقد نتاع سبان علاش انت سالته على الحجر وانا نحب خاطر نحب هو كاتب السيناريو علاش خاطرك متعاطف مع دنيا اخرى خاطر لقنا في دنيا اخرى مع دنيا اخرى ولعب على حجر الصحي فوالا دونك الحجر الصحي مش موضوعنا تو كامل مالي. ما خدمتش انا رمضان السنه. اي نعم. معناتها نجاوب لبنى على الحكايه الاخرانيه معناتها علاش دون سو كا مشيتوا حتى الخمس مشيت نوش انت معناتها مشيوا حتى ال 15 حلقه ردوها بلو كومباكت وخرجوها في 10 حلقات خير ما تدخل في البوست بوست وتبدا معناتها تلصق في حاجات صوت في 4 ايبيزود تخرجهم 15 ايبيزود فهمتوا تلصق فما حاجه نحب نضيفها نحب نضيفها في تونس مانيش فاهمين اللي يفو سافوار كيتي لا تابل كومون دي يفو سافوار كيتي لا تابل شنو معناتها معناتها كان حاجه نجحت ماكش انت ماكش مش حتى هي نجحت مسلسل نجح ويستكم نجح لازمك تعمل منه جزء اول جزء ثاني جزء ثالث رابع خامس تمدد وتمطط علاش ما تقفش وتخليك الذكرى الحلوه للمشاهد وتقف في دو سيزون والله ما سبونسورينغ اللي يدخل فيها سبونسور سا دي بون فما حاجات يوصلوا لجزء 20 وفما دي سيري مليانه صغير في فرنسا وهما يتعداوا امور دلواري بوتي يعني نجم نزيدوا الاجزاء وتقعد باهي باهي فوزي باش نقف كيما دالاس كيما من عشان ليه فوالا ما تفرجت يلا خلينا نكمل كمل يلا كمل بليل ما عادش يخص لي حد بليل خلينا نكملوا باش نحكيو زاد على قلب الذيب عمل من وحي خيال الكاتب وخيال الكاتب كان قوي برشا معناها تشوف سيكونس قاعدين يحاربوا في المستعمر ماكله بعضها الدنيا كرتوش يخيط وناس خايفه ونشوفوا الزوز المقاومين فاش يحكيوا الله اكبر هزي المقروف نقتل معك شوي هزي لا ترى انت ما زلت حي انساه المقرون مالا ان شاء الله تموت خلنا ناخذه الله اكبر دونك كيما رينا مع بعضنا معناها زوز فلاقه قاعدين يتحاربوا واحد قال له ان شاء الله تموت وناخذ سلاحك الحمد لله فرنسا خرجت الحمد لله بالفلاقه هذوما الحمد لله فرنسا خرجت بالحق وفهمنا نحكيو على فرنسا والمستعمر فهمنا مستعمر انت كيما عندكش سلاح شمهبط ولو يقول ان شاء الله تموت في وقت تخيل انا سالش راح ما يضحك حد لبنى باش تفسر لنا بعد داكور زوك الفرد المره علاش 15 حلقه حاقرينه شكون هو الراجل هذاك علاش طالع هو اصلا علاش ما علموهوش عليه عنده مده قاعدين علاش ما علموهوش ماركه اكسسوار ما لقاوش علاش ما مدولوش السلاح في لحظه سايبونا لا ما هو نحكي لك خلك بعدي خلك فاتك بعد فاتك مسلسل محلاه وناجح لا يدي يدي كل راه في اطار فاتك دونك باش نحكيو مادام نحكيو على قلب الذيب فما شخصية المستعمر اللي هو مثلها الوليد أمين الإمام يباكي تسمعوا يحكي ماهوش مستعمر الطفل حارق تونسي حارق نشوفوا مع بعضنا في المحفل الفرنسي نتاعو نتاع بالرسمي الفرنسيز علي بونجورني بونجورني بالحق ابار مو ماهوش راه ماهوش مستعمر راه حار في دوس راه ولا اي بونجور ما نعرفك خذيت الفرنسي الفرنسي تاع تونس فوالا ميرسي تفضل لك كان عندك حاجه بصح عندي منقول يعطيك الصحه علاش قال بونجورني علاش كيفاش شنو يقصد بيه بليل نسيتني فيه بليل استوب لحظه لا لا خلت بس بالله خلت بس لنا علاش هم خاطر هي ابار مو عندها نظره دراميه اخرى علاش قالوا ان شاء الله تموت ناخذ المقرون نتاعك خلي بعض خلي بعض وبنت تتفرج في الحجر الصحي تضرب الفرنسي
فوالا والله تمنيت التنبير الكل يكون بالطريقه هذه ضامره امور فوالا راهو هذيك المشكله هو راهو لهنا لازم نفهموا راهو ما فما حتى حد الحمد لله انه ما نبرش علينا دونك رمضان مش يتعدى سلامات مع بيل ما ينبرش علينا ينبر على شكرا لك حتى نعرف وين راكش هذاك راكش راكش نعرف كيفاش كيفاش الكاميرات والمراه تشكر هذيك جبتها من اجل عيون كاترين حدات باش في الحلقات الجايه زيد نبرنا على الحجر الصحي تركز على الحجر الصحي قدرة الله حجر الصحي او تندو صنارة تسي حوتة ولا زوج من حوت بحر نجيبوه من حكيو عليه ابدعت في دورة تريس اسمع ابدعت لما ابدعت في بالك اللي مثلا في بالك عشو تحكي مثل في بالك في بحر تو فانسيت بحر ربي افلح بعثنا ميساج فوكال بصوت ربي كيف انتو من سنكوت نفس نقلو شوية ولد بحر ما سمع بيه حد في البحر يا لو في المدجاب جيت حكيت لك عليه ما خرج حد ما خرج حد في البحر يلا بليل شكرا لكم نرجعوا كبيرة على بليل المساوي نمشيوا لأحنا هكا كلم أمك قول لها ماما ماكلتك ما عادش تعجبني باش نمشي نتعشى بحض أصحابي شنو ردة فعل الأم نشوفوها قبل ما نستقبلوا رمزي في احنا هكا اليوم هبطنا للشارع التونسي البنيه باش تكلم دارهم تقول لهم ماكلتكم ما عادش تعجبني والمراه باش تكلم راجلها تقول له ما عادش طيبه دبر راسك نشوفوا مع بعضنا ردت فعل التونسي ماما مانيش جايه مانيش نطيب اليوم تاع عامله على روحك ماك جايه اي عامله على روحك قص 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 لك قص ودي عرعور مش نورمال عندك العقل علاش مروح ما نحبش نقعد بحذاكم ناكل صدمة كبيرة يا والقلب يا كيعني جاب حيرة ما نحبش نقعد ناكل بحذاكم أنت ما تحبش الكرام ما تحبش تقعد بحذينا هاي عميش ما نميكلة شطع بنتك ما عجبتنيش باي باك هواي في بالك اللي انا ما عادش عجبتني ماكلتك على الاخر ما عادش باش نروح لك زايده باي ايوه ماكلتك ماستا ماك تعرفني نحب الشاي حونش طيب ياسر في اللحمه قدش من عام طيب طيب ليلى لا نغسلك المعون لا حط شيء نحب نمشي شق فاتري بحذا صاحبتي ما عادش يعجبني حد شيء في الدار ما كلتك خايبه برشا على الوش ايش تجرب بي هو لما خال اما دور قالك ما ناكل سبع شويت وفي دام ما نتشوش انا توا بحذا مروه غاديكا في ناجي صبخه قالت لي طالعه التزاركه تزاركه ما مروه تزاركه باش نمشي غاديكا اما خير لي غاديكا بحذا البحر تلهيب يحيى خاطر انا باش نعدي جمعتين جمعه في تزاركه وجمعه في جربه باهي باهي داكور دولتي هاوك البيت عندك تحية الأمهات الكل اللي تعبين واللي الأولاد احنا مع تشريط الأولاد ما يثمرش فينا وعلى قد ما الطيب والأم وتبدأ من 11 على الصباح تقضي ومن نص النهار في الأخر نبدأ ونتشقنسوا بطريقة ناكل فرحان ويثمر فيه لا نحكي لك على بارشة أولاد معناتها بارشة أولاد بارشة أنا هاني صايمة وكل شيء جمال ليشي ماما حاجة عندها نهارين ثلاثة أيام أقسم بالله مش الدرجة هذه راني معناتها مش نتاع الجمع والله لا عزيز كما نحكي بجدي ولا بنتي ما نحبوش وما ناكلوش وما نحبوش البيت يلا ما تستحق الملح وكهاو اي رب تذكر فيا ولا في شكون؟ نذكر في جيهان فوالا نسخاتك حتى انت تحبيه رمزي هل تعلم؟ رمزي هل تعلم باش يوصل الجوابات شوفوه مشى لطفي العبدلي ترى نشوفوه لطفي هذه الفقرة في يضحك معنا باش تكتب مساج اللبنة الزيرة على دورها في رمضان ما نحبش نقرا شنو تكتب وتحط والله بالراس غششي ولا حاجة لا لا ما تغشش خاطر انك معناها انسانة مقدرها كل روح رياضية تتقبل وهي باش تقراها شوفوه العباد من بعدها هي تحب العباد تشوف ولا ما تشوفوش لبنة اللي عملته في دنيا أخرى الله الله ها من غير ما نشوف لطفي حط وحدك باش ما نشوف عشان حل فيك ان شفت انت برجولي مريك كهو واضح وصلنا حس الى ما في الصدور
يلا رمزي مرحبا بيك، جابنا الجوابه بتاع لطفي. هذا الجواب باش نعطيوه للبنى باش تشوفه وتحب تقراه ولا تحب تعلق عليه ما غير ما تقراه. عقم وعقم انا مثلا والله لا نعرفش فيه. عقم يا بنت انا بدي ما نعرفش شنو فيه، راهو كيما حطه كيما شفته في الفيديو لازم تقراه. هي وعلاش تطل انت صدق؟ ابعد ابعد، خليه تشوف احد هكا يعطي الصح. تحب تقراه ولا تحبش تقراه؟ ما نحبش. تحبش تجاوب؟ لحظه ما تقولوش حاجه. الفكره هذه كلها رائعه جدا، عايش ما احلاش كام منها، عجبتني عودوا عملوها. نحب نقول له ميرسي لطفي خاطر كتب لي كلمه باهيه. شنو كتب؟ ابداع. ابداع. اي عجبتك تو الفقره؟ لا ما عجبتنيش. فوالا فيك شو بدل رايه. لا ما عجبتكش الفقره؟ خاطر حسيناك ساعات اربيتر تولي ما عادش كرونيكر. ساري فوالا سيرتو كي تبدا فقره على لبنى كل تنغر عليها برشا. ابداع بابا ارتاح تو انت. وفما ميساج كتبناه دونك قبل تصوير لاباس، واحد من الكرونيكر كتبوا الخاوله وانت وصلته في تصوير برنامج لاباس الخاوله. دونك نشوفوا نشوفوا ردة الفعل نتاعها. شكرا ليك رمزي. هل تعلم؟ شوفوا ردة فعل خاوله. خوخه كل قراها شنيا؟ خوخه جاك جواب، انا صدقني ما نعرفش شنو فيه. انت باش تحب تقراه وحدك، تحب تقراه لينا نحن، تحب تقراه ما تحبش ما تحب. وانا صنصين صدقك انت قلتي صدقني ماني. والله جمله متوحش موني انت من عمي ولا؟ لا 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 انا بعد علي بعد علي كورونا يا ودي. تقراه وحدك وانت تحب تقراه لنا تقراه، والا تحب تجاوب طول جاوب طول. شو هو السؤال معناتها؟ في حاجه مش تقراه من كرونيكور قاعد معنا في من كرونيكورات تضحك معنا ما نحبش نقرا معاه. اللهم تقرا لنا انت. هذا كرونيكور معاكم؟ اي شنو تحبني نجاوب معناتها مساج تحب تقراه انت ولا ما تحبش؟ ليه ليه؟ خاطر المساج تيفه على الاخر من اي شنو من تجم تجاوبوه؟ ليه ما نجاوبوش؟ معناتها العبد هذيا على راحتك، انا ما نحبش نقرا شنو فيه. شد الوجه نتاعك اي والمساطة نتاعك، علاش انت هكا؟ شنو تحب تقول له؟ بارك الله فيك على المساج ويعطيك الف صحة. شد يوصل له هذا الرجل حوله. رمزي عمل برشا خير يحب يعمل شوية شر. مع شكون كتبوا المساج؟ شكون نجم يقول لنا شو كتب؟ هو اللي كتبوا مادام ما يحبش يتكلم معناها حاجة بينا. طلعش أنت يا أميرة كتب. لا 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 شو مدخله؟ شو مدخله؟ يا أخي باش يبعث هو مساج؟ ينجم يبعث أمير شوية تو استنى فيديو. جايكم أمير تو بعد شوية باش نحكي معاه، جايكم الفصاص الكبير مع أمير. بعد شوية باش نحكيو مع أمير، باش يجينا سعدي وباش يجينا سبور وبرشا حكايات فيه. اضحك معنا نرجعوا لكم بعد الفصل.